Man down, man down, no another one down for me. Said you died for love, but I never loved you, sorry. So long you're gone, it hurts to see. Said you died for us, so now man down, man down, no another one down for me. Said you died for love, but I never loved you, sorry. So long you're gone, it hurts to see. Said you died for us, so now R.I.P. ازاي هتخرجوا والوقت بره فجر؟ ايوه ما انا عارفه ان الوقت بره فجر على فكره. امال ايه؟ طيب ما اقدرش اسيبها في وقت زي ده، الملكه محتاجاني. ماشي، بس هي ما قالتلكيش ان انا محتاجاكي. انا عارفه انها محتاجاني، انا لازم اروح لها. يا بابا ارجوك، انتوا خدوا بالكم ان انتوا فامباير، يعني ما ينفعش تطلعوا في الشمس، ما ينفعش. احنا عارفين ان ما ينفعش، بس احنا مش هينفع برضو نسيبها برضو. بعدين احنا لسه وقت الفجر، لسه الشمس ما طلعتش. بس انا خاف يحصل لكم حاجه. خلاص يا مصطفى لازم نطلع. طيب روحوا وانا هستناكم هنا. ماشي، مش هنتاخر، ما تقلقش. يلا يا محمد. يا شوف بنتها، اخيرا هشوف بنت الملكه. استنى طيب يا محمد. امنيه لازم تكون كويسه، امنيه لازم تكون كويسه. ايه ده، احنا مش في ايدينا حاجه نعملها، احنا كل اللي في ايدينا بنعمله. ارجوك اهدى يا حاكم، ارجوك اسكتوا انتوا الاثنين، انتوا مش عارفين تعملوا حاجه. دي اهم واحده في حياتي كلها. احنا عارفين واحنا مقدرين ده كويس، بس احنا حاولنا نعمل كل اللي انت قلته لنا، وانت عمال تزعل علينا ولا كلمه. خلوا الدكاتره تتصرف باحسن وجه. هي تعبانه قوي. حاضر ما تقلقش. اهدى بس كده، اهدى وان شاء الله خير، مفيش حاجه هتحصل. خلاص انا مش عايز حاجه، انا هروح اتصرف بنفسي، مش عايز منكم. اوف، وبكرهه. مين الحاكم ده؟ انا ما اعرفش هو متسلط علينا ليه. مين سمعك؟ بجد بكرهه. انا بقول لك مين سمعك، انا كمان بكرهه. حاجه متسلط جدا، ما بيعملش غير اللي في دماغه. انا لو يهون عليا هقتله، بس انا ما عنديش فرصه للكلام ده. وانا كمان، ما انا كمان زيك، ما تقلقيش. يعني انا كمان لو في ايديا ان انا اقتله كان زمان قتلته، من زمان جدا. احنا من زمان جدا معاه، وان احنا المفروض نكون بنحبه، بس انا اكتر واحد بكرهه. بس ما فيش حد بيكرهه قد الكره اللي انا بكرهه له. ما نعرفش هنخلص منه ازاي. في يوم من الايام هخلص منه. ماما عايزه ايه يا محمد؟ هو احنا كده وصلنا؟ انزل طيب، انزل. ها، احنا كده وصلنا؟ وصلنا، بس انا خايفه على امنيه قوي. وانا كمان خايف عليها، عايز اشوف بنتها. استنى مش هينفع ندخل. روحوا شوفوا مين اللي جه. حاضر. اوف انا متعب. اهلا بالملكه. اهلا يا ملكه الخفافيش الفامباير لو سمحت. هو انت ليه بتعملينا كده على طول؟ ها، تحبي نقول للحاكم محمد ولا ايه؟ لا اسكتي يا صغير، خد مصاصه وبعد عني. مش عايز، شكرا. الملكة أمنية بتعمل ايه دلوقتي؟ كويسة. ايه ده، الحاكم مصطفى ما جاش معاكو يعني؟ مش هيجي دلوقتي. طيب تفضلوا. احنا بجد قلقانين عليها جدا، صح؟ ايوه. يا لهوي، اوه احنا تعبانين جدا ونفسيتنا تعبانة. ما يهمنيش انتوا، هي فين؟ تعالى. جاي. اوف، خفاش مقرف. انا ما اعرفش ايه القرف ده. انا لو يسيبوني بس. اسكتي بقى لا يسمعوكي، الكاميرات هنا في كل حته، انت بتستهبلي. حاضر. هاي ماما، هاي فين هم؟ اصبر يا محمد بقى، اتعدل، بطل تتحول. حاضر. انا متحمس نفسي اشوفها. هنشوفهم هما الاثنين. الحاكم. اهلا. اتاخرنا؟ لا ما تاخرتوش. طب هي فين؟ لسه، اهدى شويه يا حبيبي. ما هنشوفها؟
هنشوفها كلنا ما تقلقش، بس هي معرفش هي تعبانة ليه، والدكتور بيقول ان البنت الصغيرة ممكن يكون عندها مرض للأبد. بس لا 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 لا، اهدى بس، ان شاء الله خير. اهدى يا عمو. حاضر يا حبيبي. يا حرام يا دي النيلة بجد. نعم نعم. حضرتك في اي حاجة؟ في حاجات. اولا روحوا هاتي بس اي حاجة الولد الصغير ياكلها، وبعدها شوفوا حضروا اوضه الطفله. جاهزه كل حاجه؟ كل حاجه جاهزه يا فندم. حاجه تانية؟ انا مش قلت فندم دي، لا تاني. حاضر حاضر، انا اسفه بجد. اتفضلي. عايز حاجه يا حبيبي؟ لا شكرا، مش عايز حاجه. احنا مش عايزين اي حاجه دلوقتي، احنا عايزين نطمن على امنيه وبنتها بالسلامه. حاضر، تأمروني يا جماعه. خلاص روحي دلوقتي حضري اوضه البنت. اوضه البنت جاهزه، حضريها تاني. حاضر. هو في مشاكل ولا ايه؟ ما اعرفش هي بجد مالها، بقالها كام يوم قلبه عليا وقلبه على امنية كمان. طيب ان شاء الله امنية تكون كويسة، والخدامة دي او الحراس دي يتعدل ان شاء الله. منوني على بنتي ارجوكو ارجوكو. ما تقلقش ما تقلقش حضرتك، مولاي اهدى. كل البنت اللي حصل بس انها عندها ضيق تنفس شويه، وانها مش عارفه تتنفس، فهي بس هتفضل في الاوضه تعبانه شويه، ويا ريت ما حدش يدخل لها دلوقتي، على الاقل ساعه او ساعتين او ثلاثه يعني، او مده كده. طب حتى انا ابوها سيبني ادخل. ممكن تدخل بس برضو مش حالا، على الاقل 10 دقايق البنت تهدى بس. طيب متشكر، انا موجود هنا لو احتجتني في اي حاجه، مش هبعد عن المنطقة يعني عشان لو حضرتك احتاجتني. ماشي ماشي، ما تبعدش عن القصر. حاضر ما تقلقش، مش هبعد عن القصر. متشكر قوي. يعني هي كويسة دلوقتي وامنية، الملكة الحمد لله دلوقتي كويسة، بس هي برضو محتاجة ترتاح شوية. طيب الحمد لله، يعني هنشوفها اخيرا. يا حبيبي هتشوفوها اخيرا، عن اذنكم بقى احنا. اتفضلوا. هروح لامنية. ماشي انا جاي معاك، تعالي. قالوا ممنوع البشر بس ما قالوش ان ممنوع الحيوانات. مش مصدقه ان اخيرا هشوفها، مش مصدقه. بعد حماس حماس حماس، بقالي كام شهر عارف، من ساعه ما فهمت انها حامل، وفهمت ان في بيبي جاي، وانا متحمس قوي. اخيرا هشوفها. نروح نطمن عليها، لان بجد قلقان عليها قوي، مش قادره استنى اكتر من كده. عدى 10 دقايق واربع ثواني. ايه ولد، اطلع، ممكن تجيب لها حساسيه. حساسيه؟ انت خفاش، اطلع. حاضر. ايمي ايمي، مين ايمي دي اللي هو كاتبه على الورقه ده؟ ازاي اطلع في الشمس؟ ازاي؟ انا قلت مش عايزه ابقى خفاش، مش عايزه ابقى خفاش. لو هو سبب ان انا هموتها، انا مش عايزه ابقى خفاش، مش عايزه ابقى فامباير، مش عايزه ابقى خفاش. الشمس بتحرق، الشمس حرقتني. يا ريتني سمعت كلام امي وما طلعتش. انا غلطت. محمد محمد، انا اسف. محمد محمد اكيد دخل عند مامته وعند امنيه وكده. هروح. انتي كويسه وزي القمر، وبنتك كمان ما شاء الله جميله. انت شفتيها؟ هو الدكتور قال عليها ايه؟ انا سمعت ان هو بيقول انها تعبانه او كده. لا 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 لا، دي كيوت خالص ومش تعبانه ولا اي حاجه. الملكه صفاء، ايه في حاجه محمد؟ ايه اللي حصل؟ في ايه مالك؟ في ايه اللي حصل؟
انا بجد اسف قوي، انا طلعت فوق عند البنت ولقيت ان محمد كان عندها، وانا زعقت له عشان انا بجد اتخضيت بس عليها مش اكتر، وانا مش لاقيه دلوقتي، عايزه اتاسف له. لا لا لا، طلع عندها يعني. انا بجد اسفه قوي، انا اللي اسفه، انا لو انا عادي عادي، انا لو شفته كنت ازعق له، مفيش اي حاجه حصلت عادي. ايه اللي هيحصل لو طلع عند البنت يعني؟ الدكتور قال انها كويسه جدا، انها كويسه. في حاجه مخبيينها؟ لا لا لا، هي كويسه، بس هي بس عندها يعني بلاش، خفت عليها مثلا من لا يحصل لها حاجه مثلا. لا لا لا، انا بجد اسفه، ما يحصلش اي حاجه. تمام، انا متاسف جدا يعني، وحاولي تخليه ما يزعلش. لا هو مش زعلان، هو اللي غلطان. عادي، غلطان ليه يا جماعه؟ هاتوه، انا هتاسف له بجد عادي. لا لا لا، هو في بينك كده برضو ايه امنيه؟ بجد شكرا يا صفاء ان انت هنا، انا مبسوطه جدا. وانا كمان لو حصل لها حاجه مش هسامحها اني افت ابدا ابدا. انا اللي دخلت عندها الاوضه، انا اسف قوي يا ايمي، انا اسف. كويس كده للباشا محمد، بقينا نخدم الباشا الصغير اللي هو جاي يضيف عندنا اصلا. ايه ده بيعيط ليه ده؟ اما اسمع، انا اسفة، انا اسف اسف. ايه يا حبيبي؟ واضح ان حصل مشكلة. ايه يا حبيبي؟ ساعديني ارجوكي، انا عايزة اتأسف. تتأسف لمين؟ وايه اللي حرق وشك كده؟ انا دخلت عند البنت الصغيرة. اوه حلوة، قصدي يعني ليه يا حبيبي؟ ايه اللي حصل لها؟ ماتت؟ لا لا، امال ايه؟ الحاكم زعقلي، وانا كنت ههرب، بس انا زعلت. زعقلك؟ ها؟ ايوه، بس انا ما كانش قصدي، انا بجد مش زعلان منه، انا عايزه اتاسف له بس انا خايف. لا 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 لا، خد يا حبيبي، ده 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 ده, ده, ده الملكه بعتلك ده. بس هو اللي قال لك هاتي لي اكل صح؟ لا 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 لا، ده هو بعدها زعقلي ان انا ما اجيبلكش اكل. بجد؟ ده هو اصلا، اقول لك على حاجه، ده بيكره البامباير كلهم، بيكرهك اصلا، وعلى طول بيتريق عليك، وانتوا بجد ما بتشوفوش بيقول ايه على ابنكم وهو مش هنا. بجد؟ روحي يا حبيبي، روحي العب وانا هتصرف. ادخل يا حبيبي، يلا بقى امشي امشي. طيب بقى زعقله؟ ها حلوة قوي. اخيرا هنعرف نفرقهم عن بعض. زعلك يا بابا؟ اسمعني، انا هوريه ازاي زعلك ويتريق علينا. انا بجد اسفة ان انا بقول كده، بس هو لازم اقول لك كل اللي بيحصل. انا هتصرف، اتفضلي، ومش عايزة اشوف وشك تاني في المملكة بتاعتي لو سمحتي. حاضر حاضر، انا بجد حبيت اقول لك بس اطلعي برا. حاضر حاضر يا بابا. ولا كلمة. هيعمل ايه؟